صباح الخير لجميع المتابعين في المملكة العربية السعودية، نرحب بكم في هذه النشرة الجوية التي سنستعرض فيها تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال نهار اليوم. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال ساعات نهار اليوم. تسود أو تتفرق بعض الغيوم مع 42 درجة مئوية، المحسوسة 38، الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة. التوقعات الجوية لباقي مناطق المملكة نبدأها بالمنطقة الشمالية، حيث تهب رياح نشطة وأتربة مثارة في أسكاكا وعرعر. أسكاكا تسجل 41 إلى 27 درجة مئوية، عرعر 42 إلى 26، وتبوك 38 إلى 22 درجة مئوية. المنطقة الغربية، المدينة المنورة طقس حار 42 إلى 29 درجة مئوية، جدة طقس صافي مع 39 إلى 30 درجة مئوية، مكة المكرمة 45 إلى 30، والطائف 35 إلى 23 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، أبها 31 إلى 19، جازان 36 إلى 31، والباحة تفرق لبعض الغيوم 32 إلى 18 درجة مئوية. نذهب الآن للمنطقة الشرقية، الإحساء طقس حار 46 إلى 27، الدمام طقس صافي 42 إلى 29 درجة مئوية، حفر الباطن 45 إلى 31 درجة مئوية. المنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 42 إلى 31، بريدة طقس حار 43 إلى 29، وحائل غبار خفيف أو أتربة مثارة مع 40 إلى 28 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.